السلام عليكم، أنا الطالب أمير وسيم محمد زيادة من الصف السادس هاء. لكل عمل قاعدة ينطلق منها، ولكل علم قواعد يقوم عليها. واللغة العربية هي علم قائم على قواعد مختلفة. سأحدثكم أصدقائي عن الفعل اللازم والفعل المتعدي وكيف نفرق بينهما. الفعل اللازم هو الفعل الذي يلتزم حد الفاعل ولا يحتاج لمفعول به لإتمام معنى الجملة، وهذا يعني أن جملة الفعل اللازم تتكون من فعل وفاعل، فهي تستوفي المعنى المراد بفعلها وفاعلها فقط، مثل نام خالد على سريره، ذهب محمد إلى المدرسة، جلس زيد على المقعد. نلاحظ أن الفعل نام وذهب وجلس أفعال لازمة اكتفت بالفاعل، أما الفعل المتعدي هو الفعل الذي لا يكتفي بفاعل بل يتعداه ليأخذ مفعولا به لإتمام معنى الجملة. وهناك بعض الأفعال لا تكتفي بمفعول به واحد، وإنما تتعدى المفعولين أو ثلاثة مفاعيل. وأمثلة على الفعل المتعدي: أكل عمر التفاحة، رسم أمير اللوحة، شرب فارس الدواء، نلاحظ أن الفعل أكل ورسم وشرب أفعال متعدية لم تكتفي بالفاعل وإنما احتاجت لمفعول به. ولكن كيف نفرق بين الأفعال اللازمة والأفعال المتعدية؟ نقوم بإضافة هاء الضمير أو كاف الخطاب. مثال: الفعل عالج، نقوم بإضافة هاء الضمير أو كاف فيصبح عالجه أو عالجك. صحيح، لذلك تبين لنا أنه يقبل، فهو فعل متعد. مثال آخر: الفعل نجح، عند إضافة الهاء أو الكاف نجحك أو نجحه، المعنى هنا غير صحيح، لذلك يتبين لنا أنه لا يقبل الهاء أو الكاف، فهو فعل لازم. ولا تنسى أن اللغة العربية لغة غزيرة تتدفق فيها الكلمات والمعاني المبهرة، وتملك مصطلحات لا يمكن لأي لغة أخرى أن تحتويها بكلمة واحدة. فاللغة العربية لغة الفصاحة يكفيها فخراً، إنها لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة.